بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار. اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تعازي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخراً في المملكة المتحدة الصديقة، وتأكيد سموه على وقوف وتضامن دولة قطر بجانب المملكة المتحدة الصديقة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمواجهة الأعمال الإرهابية لحفظ أمن واستقرار المملكة المتحدة. يأتي انعقاد هذا المنتدى ليؤكد على عمق